صباح الخير لكل المشاهدين، تحياتنا من جديد. اليوم رح نتحدث عن مبادرة بيقوم فيها عدد من الشباب المتخصصين في موضوع التنمية البشرية. عندهم مشروع ومبادرة اسمها رحلة إلى المستقبل. هذه المبادرة موجهة لفئة من الطلاب، خصوصا في الصفوف التاسع والعاشر. حقيقة يعني مرحلة، وأنا بدي أشكرهم على اختيارهم لهذه المرحلة العمرية، مرحلة عمرية انتقالية عند الطلاب والطالبات، بيكون فيها تغيرات كثيرة، بيكون فيها توترات أيضا كثيرة، سواء لهم أو لأهاليهم أو حتى المدرسين. لذلك تم اختيار هذه الفئة العمرية، ووجهت إليهم عدد من المحاضرات وورش العمل، وأطلقت هذه المبادرة اللي هي رحلة إلى المستقبل. اليوم بسرنا أن يكون معنا عدد من الطلاب أو عدد من المبادرين اللي موجودين بهذه المبادرة. معانا هذا الصباح روان شريدة. أهلا وسهلا فيك يا روان. حذيفة التميمي أيضا هو أحد من الشباب المتطوعين في هذه المبادرة، وأيضا يعني خليني أقول البوس قائد المبادرة الأستاذ حاتم شطناوي. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وبدي أشكركم إنكم يعني عم بتبادروا وعم تتطوعوا دائما. كل الشباب اللي بيكونوا عندنا عندهم هذا النفس القيادي والتطوعي أكيد يشكرون، و دائما نرفع لهم القبعات. حاتم نبلش معك لو سمحت، نتعرف على طبيعة هذه المبادرة. لماذا اخترتم هذه الفئة العمرية؟ هذا هو السؤال الأهم. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. بالبداية بشكرك أستاذ سمر على الاستضافة، بس بدي أحط تنويه بسيط إنه أنا وحذيفة مؤسسين المبادرة مش أنا لحالي. أنا يعني في رأسين لهذه المبادرة. أنا وحذيفة مؤسسين المبادرة، وروان أحد المتطوعين. أنا بعرفه كمان إنه الشباب بهمهم مش هذه التقسيمات على كل حال، وبيشتغلوا بروح الفريق. أكيد هو فريق واحد. صح. هلا المبادرة ليش احنا اخترنا الفئة العمرية؟ بالبداية نحكي عن المبادرة بشكل عام. احنا وجدنا من خلال خبرتنا وعملنا مع الشباب والتجربة اللي كنا فيها بالعمل الشبابي والعمل مع منظمات المجتمع المدني، انه صار في حاجة ماسة لفئة عمرية هي من 15 ل 17 سنة، هي فئة او فترة المراهقة. وجدنا انه في حاجة ماسة لانه نوجد لهم مبادرة او نعطيهم نصائح وتعليمات بتفيدهم بالمستقبل. فاقترحنا تكون المبادرة مبادرة تعليمية. بعد ما طرحنا المبادرة التعليمية أوجدنا الفئة العمرية 15 ل 17 سنة، هي صف التاسع والعاشر. هاي الفترة بكون فيها مرحلة انتقالية من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب. طبعا فيها مرحلة انتقالية بالمدرسة، إنه بكون بالإعدادي بصير ثانوي، بصير عنده تخصص، بصير بده يختار علمي أدبي صناعي. أو تعليم صحي. أكيد إلى ما بده حدا يعني يساعده في اختياره. وهي المرحلة بكون كمان فيها يعني من صفات مرحلة المراهقة إنه بصير هو مستقل عن أهله، يعني بحب إنه يكون مستقل بذاته، بتخذ قراراته لوحده. فاحنا حاولنا قدر الامكان نوجههم بالاتجاه الصحيح. فمن هون اجت فكره المبادره، وبلشنا فيها الحمد لله مع صفين تاسع وعاشر. قد ايه لكم حذيفه مبلشين بهذه المبادره؟ وين صرتوا بمراحلها؟ يعني باي مرحله؟ انا عرفت انه انتم مقسمين لعده مراحل، وحتى ناويين انه يعني تعملوا منتجات فنيه، يعني يكون في لاحقا مسرحيه وغيرها من الاشياء، رح نتعرف عليها لاحقا. بس انتم هلا باي مرحله عم تشتغلوا حذيفه؟ احنا هلا تقريبا بالمرحله الثانيه من المشروع. البدايه كانت عملنا استبانه، هاي الاستبانه وزعناها للطلاب مشان نعرف احتياجاتهم بالضبط، شو هم بحاجه لها بالمدارس اللي احنا اخترناها. بعد هيك اشتغلنا على 5 محاور، اللي هم كانوا محاور العمل في المبادره. كان محور عن الطالب نفسه، محور عن المدرسه، محور عن المعلم، محور عن المجتمع، ومحور عن علاقه الطالب مع زملائه. طبعا اشتغلنا عليهم المحاور الخمسه، من حيث ان وضعنا برنامج يشمل هاي المحاور كامله. لحد الان احنا اشتغلنا محور الطالب نفسه، اعطيناهم كيف نمكنهم من تمكين قدراتهم، اعطيناهم ورشات تدريبيه، اعطيناهم هاي الاشياء كلها من خلال العاب. الالعاب هاي كانت العاب تفاعليه وهادفه، ما كانت لها بس انه يلعبوا ويعملوا انه فن وشيء زي هيك. لا انتم كثير موفقين انكم اخترتوا فكره الالعاب، لانه الشيء الوحيد اللي بيجذب هاي الفئه العمريه هي موضوع اللعب. يعني بنحسهم اوكي يعني كبروا جزء جسدا، ولكن لسه عندهم هاي يعني هاي اللمسات الطفوليه، يحبوا الاشياء توصلهم عن طريق اللعب. نحن حرصنا تكون هي بنسميها احنا انشطه لا منهجيه او لا غير ممنهجه. هلا الطالب بيكون بهاي المرحله اصلا هو يعني نحكي انه زهقان من المدرسه، المواد الصفوف تبعته والمناهج اللي بيعطوه اياها شويه متراكمه عليه وكذا. فاحنا بنعملها مثل ساعه او ساعتين. هي فعلا لما اخترنا موضوع رحله الى المستقبل، هي كانت رحله بنفس الوقت طريق
وتوجيه لإله. ممتاز، كثير كويس. هلا كيف تم اختيار المدارس روان؟ وانت صبيه يعني تشتغلي معاهم كمان، يعني هل في طالبات كمان عم تشتغلوا مع طالبات ولا بس فئه الذكور؟ احنا هلا المبادره كلها نحن حابينها تكون ذكور واناث للمستقبل، لكن واجهنا صعوبه في البدايه ففضلنا انه نبلش مع الطالبات. فهلا احنا عم نشتغل مع مدارس طالبات، يعني مع الفتيات الصف التاسع والعاشر. هلا احنا شغالين في اربد وفي عمان. لسه ما وصلتوش للذكور يعني؟ لا، هي احنا اخذنا عشان اغلب الفريق المتطوعين معنا صبايا. فحاولنا انه يكون مشان يعني يكون اسهل عليهم تكون بنات بس. المدرسه احنا ماخذين يعني الموافقه من المدرسه انه صف عاشر ذكور وصف عاشر اناث وصف تاسع ذكور وصف تاسع اناث. امتى رح يبلش الشغل مع الذكور ولا تنتهي المرحله؟ هنا هلا تنتهي مرحله الصبايا. مرحله الصبايا يعني الفصل هذا رح يكون للصبايا، الفصل الجاي ان شاء الله رح يكون للذكور. ان شاء الله ان شاء الله. هلا كيف يعني في عده محاور زي ما فهمت انا من حذيفه، يعني في محور له علاقه بالطالب نفسه، طالب والاهل، طالب والمجتمع، طالب واصحابه. ليش اخترتوا كل هذه المحاور يعني، وكيف عم بتوجهوا الطلاب ليتعاملوا مع كل محور على حدة؟ هلا احنا بالبداية قبل ما نشكل المبادرة جلست انا وحذيفة وعملنا عصف ذهني لانه ايش افضل طريقة نوصل بها المعلومات للطلاب وايش اكثر شيء بحاجة ماسة له الطلاب. فوجدنا انه الطالب عنده مشاكل مع نفسه، يعني هي مشكلة التمكين تاعته في علاقته مع زملائه، فيها علاقة الندية والمشاكل والعنف اللي عم بصير. وجدنا كمان انه علاقته مع اهله بالفترة هاي بتكون صعبة جدا، الاهالي ما بيسمعوا لابنائهم والابناء ما بيتفهموا طبيعة الاهل وحرصهم عليهم بالذات. وجدنا كمان مع المدرسين والمدرسة انه ما بحب المدرسة ولا بحب المدرسين. واكبر دليل اخوتي الصغار مثلا كذا ما بحبوا يصحوا الصبح مشان يطلعوا على المدرسة. وجدنا النقطة الأخيرة وهي الأهم اللي هي المجتمع اللي حاط فيهم كلياتهم عشان يصير عنده ثقافة مجتمعية. ثقافة مجتمعية ويكون عنده مبدأ التطوع وحبه للمجتمع اللي فيه. لما حددنا المحاور الخمسة بلشنا نكتب عليهم المادة التدريبية. المادة التدريبية كتبتها أنا وأستاذ حذيفة، واستعنا بمؤسسة قبعة التفكير، مؤسسة تدريبية خاصة فينا. استعنا بأخصائيين نفسيين كذلك مشان يضيفوا بعض النقاط. كانت كل الأنشطة أو كل المنهاج يعتمد على الأنشطة التدريبية الهادفة والألعاب التفاعلية. يعني التعلم من خلال اللعب، ما في شيء نحكي حكي ومحاضرات لأنه الطلاب ما بيحبوا هذا الشيء. مزبوط. ومالين منه. كيف تحسوا إقبال الطلاب على محاضراتكم؟ إذا ما جاز تسميتها بمحاضرات أنتوا عم تلعبوا معهم، عم تعطوهم شيء هم بيحبوا أعتقد يعني بطريقتكم الخاصة. كيف إقبالهم؟ هل بيحسوا أنه جزء من لأنه في محيط المدرسة بيحسوا أنه عبء عليهم؟ هل بتقبلوا بطريقة أنتوا راضين عنها؟ هل بتحاولوا تطوروا أشياء أكثر حتى تجذبوهم بطريقة أفضل؟ تمام. هلا احنا الشيء اللي بنعمله احنا بنعمل عملنا لجنه تقييم، فاحنا عم نعمل تقييم بالفتره والثانيه غير الزياره الدوري او غير التقييم الدوري بعد كل زياره. الحمد لله رب العالمين لحد الان ما كان في عندنا اي غياب من اي طالب عن اي شعبات تدريبيه او ورشه عمل احنا عملناها. هذا الشيء بياكد لنا انه في اقبال وفي انجذاب من الموضوع. كمان لما نسال المديره انه كيف الطالبات بيحكوا عن المبادره، بيحكوا لنا لا الحمد لله رب العالمين الكل بيحكي عن المبادره بالمدرسه، الكل حكي عن هاي المبادره، عن الافكار اللي بتعطوها، بيحكوا لنا انتم بتعطونا اشياء جديده نحن ما كنا واعيين لها، عم تعطونا مبادئ جديده تمشي فيها في حياتنا، وعن جد احنا الحمد لله مستفيدين. برضه نفس الشيء انه الطالبات بالفتره والثانيه نحن لما نقعد معهم بنشوف انه هم هل في استفاده من المشروع ولا لا، بيكون اكيد 100% في استفاده. فهذا بيمكننا او بيعطينا نفس اطول نحن نضلنا معهم بشكل اكبر. وان شاء الله رب العالمين انه مشاريعنا دائما احنا حكينا انه انا والاستاذ حاتم انه رح تتصف بالاستدامه ان شاء الله. انا متاكده انه يعني انا اكثر مره رتبت مع الاستاذ حاتم وقال لي مشغولين، يعني على طول بتكونوا مشغولين بهذا الهدف الرائع. انا يعني فعلا معجبه بانكم عم تشتغلوا مع صحاب المدارس. احنا اليوم اصلا عندنا زياره الساعه 12، عندنا رحله السادسه لليوم في مدرسه دار العلوم. هاي الرحله رح تكون اليوم يعني مباشره، نروح من هون مباشره للرحله نعطيهم البرنامج تبعهم لمده ساعتين ان شاء الله. وقتكم هذه الدرجة يعني مستغلينه مع الطلاب. للطالبات روان، كونكم أنتوا بتشتغلوا مع طالبات في فترة المراهقة الحالية، شو أكثر المشاكل اللي عم بتحسوا إنها موجودة عند هؤلاء الطلبة أو الطالبات، واللي من خلال يعني هذه المشاكل بتحاولوا أيضا تطوروا مهارات عندكم أنتوا كمدربين؟ هلا أكثر إشي بنلاحظ إنه مثلا هدول البنات فترة الحكيات الصف التاسع العاشر بيكون عندهم مشاكل بموضوع الصداقة الصحبة، بيكون رفقاء السوء كتير بيأثروا عليهم. بيكون ميول
تقولهم أكثر لصحباتهم من أهاليهم، مثلا ما بتسمع من أهلها بتسمع عن صاحبتها أكثر من أهلها، برضو بيكونوا مشتتين. يعني هلأ هي ما بتكون مركزة إنه أنا إيش بدي أصير، يعني النظرة المستقبلية لحياتها ما بتكون مركزة عليها، بتكون مثلا مركزة على أشياء إنه دائما فيسبوك تويتر هاي الأشياء، فإنه فعليا هي بيكون دائما يومها مشغول بهذه الأشياء. هلأ هذه الأشياء أوكي ممكن أستخدمها إشي منيح، بس إذا ظلت هي بشكل روتيني يومي استغلال كامل للوقت، هو مش استغلال، هو فعليا عمالها بتضيع الوقت تبعها، تشتيت للتركيز بشكل كبير كبير. من خلال حكينا معهم وجلساتنا معهم اكتشفنا انه هدول البنات ما عندهم بعد نظر لمستقبلهم. يعني تيجي تسأليها انه ايش هدفك بالمستقبل، عملنا لعبة باحدى الورشات انه ايش اهدافكم، كانوا الاغلبية تقريبا ما يقارب فينا نحكي 80% انه اخلص توجيهي، انه بعد التوجيهي فعرفتي. فهي الفكره، احد المشاكل انه النظره المستقبليه عندهم كان فيها كثير ضعف، مو عارفين وين بدهم يروحوا، هدفهم انهم يخلصوا التوجيهي بعدين يشوفوا وين بدهم يروحوا. طب هذا مهم كمان، يعني بجوز بيلقى عليكم مسؤوليه حاتم انه تشتغلوا كمان مع المدرسين بجوز بمرحله لاحقه، لانه بجوز كمان انا بحس الاهل المدرسين المدرسات كمان عليهم هذا هذه المسؤوليه، انهم يعني زي ما قالت روان كمان يحاولوا يقودوا الطالبات والطلاب لمرحله التخطيط لمستقبلهم، يعني هذا كمان دور على المدرسه. صحيح. احنا بحمد الله انه حاطين ضمن خطه المشروع انه كان راح يكون في لقاء بيننا احنا ومع المدرسين، ونحن احنا مع الاهالي راح نعمل لقاء للاهالي اهالي الطلاب، نشرح لهم بشكل مفصل عن هاي المرحله مرحله وكيف طبيعه التعامل معهم، وحطينا اسمي حتى الفقره كان راح تكون من اجل ابنائي من حيث الطلاب. من حيث المدرسين عاملين فقرتين، فقره انه الطالب راح يكتب افضل المدرس عنده الاسباب اللي خلت المدرس يعني كل شهر مثلا او كل اسبوعين ليش المدرس هذا المميز، وراح نكرم هذا المدرس او المعلم راح نكرمه خلال فقرتنا. فهو بحس انه كل ما انجز المدرس او المعلم كل ما انجز راح يكون في قابلية للطلاب منه، راح يدعموه وراح يتكرم منا من المؤسسة. فهيك هو بحس بصير يعطي أكثر، بصير دافعية عنده أكثر. كذلك مع الأهالي راح نحاول ندمج فكر الطلاب مع الأهالي من خلال إنه نشرح للأهالي فكر الطلاب بالمرحلة هاي، ونشرح للطلاب ليش أهاليكم بيعملوا هذا الشيء، يعني ليش حريصين هم زيادة عليكم. طب بصير نظرة توافق، يعني نصل بين الأهل والطلاب في مرحلة مشتركة، هي مرحلة تبنوا جسر بين هالجيلين بين هالعقول المختلفة. هي صدقا جزء بعض الأهالي عندهم مشكلة إنه مش متفاهمين لأبنائهم، يعني إحنا من أحد الطالبات بالنقاش معها حكت لنا إنه أنا بتناقش مع أهلي خلص بحكوا لي مثلا لحد معين خلص اسكتي ما بدنا نكمل النقاش، وهذا خطأ. يعني الأهالي عليهم دور كبير إنه لازم يوصلوا ينزلوا مع الطلاب لمستواهم بعدين يطلعوا فيهم للأعلى مشان يوصلوا لمستواهم، لأنه الطالب ما بفكر زي تفكير والده، والأهالي نفس الشيء ما بفكر مرات نفس التفكير. أنا بحس العكس، يعني بهذا الجيل اللي إحنا عم نتعامل معه إحنا اللي لازم نرتقي لمستوى، ما شاء الله عليهم عندهم فعلا يعني عقول مختلفة، عقول بتفكر بطريقة مختلفة، هي جيل كامل مختلف، جيل مختلف تماما، طريقة تفكيره طريقة أبناءكم لجيل غير جيلكم تماما. صح، يعني وهذا انتوا جيل قريبين منه، يعني انتوا مش كبار كتير، فهذا حلو جميل انه انتوا كمان جيل قريب من هذول الشباب مش كتير بعاد. المبادرة يعني اصلا جزء ليش مهتمين فيها زيادة انه هذا الشيء شعرنا فيه ايام مدرستنا، يعني ما كان فيه ذاك العناية فينا بالمدرسة، بجوز ما كان عندنا النظرة الشمولية او النظرة البعيدة، كان نفس الشيء بجوز لما كنا بالصف التاسع والعاشر بناء على معاناة كمان، يعني كان بالتاسع نظرتي بس اني اخلص توجيهي كمان. صحيح. نفس الشيء. بس مع الوقت بتدرك انه هذا الهدف بسيط جدا، يعني كل ما كبرت بتدرك انه هذا. طيب حذيفه، كانه راح تطلبوا من الطلاب والطالبات بنهايه فتره الشغل معاهم على هاي المحاور اللي حكينا فيها، بدكم تطلبوا منهم منتجات فنيه، يعني كل واحد يعبر عن اللي استفاد منه بطريقته الخاصه. تمام. شو اللي راح يكون مطلوب منهم هلا بالحفل الختامي؟ نحن اخترنا انه يكون في زي معرض للصور، هذا المعرض انه راح يعرضوا فيه الطالبات اهم الانتاجات اللي قاموا فيها خلال الرحله تبعتنا اللي كانت استمرت لمده 20 ساعة تدريبية. الرحلة إلى المستقبل. رحلة إلى المستقبل تبعهم. فالأفكار تبعتهم في إحنا إشي بالتنمية البشرية إنه بدهم يسقط الفكرة تبعته في رسمة معينة. هلا الرسمة هاي راح تكون معبرة وبتعني شيء للشخص اللي بده يتفرج على هاي الرسمة. الإشي الثاني راح يكون في فيلم فيديو، هذا الفيلم الفيديو هو هادف. طبعا بين إربد وبين عمان نحن عملناهم زي منافسة راح تكون بيناتهم هم. انتم تشتغلوا بعمان وبإربد؟ بعمان وبإربد حاليا. حلو. تمام. هلا الان الفيلم راح يكون هو عبارة عن مشكلة معينة في المجتمع الأردني راح يحاولوا يعالجوها الطالبات من خلال هذا الفيديو. هاي الشيء اللي احنا هدفنا فيه. الشيء الثالث هو راح يكون في مناظرة بين طالبين، ناخذ نفس الشيء مشكلة جدلية في المجتمع الأردني يكون فيها بتتقبل هاي المشكلة أو بتتبنيها بتتبنى هاي المشكلة، والطرف الثاني رح يكون معارض لإلها. حلو. ديبيت مناظرة. ديبيت. يا ديبيت. هلا هم الاثنين رح يكونوا هاي الشيء رح يحاولوا يحلوه بطريقة إيش؟
احنا بنحكي طريقه منهجيه وطريقه صحيحه، افضل مما تكون من خلال مشاكل او من خلال كذا وبالاخر ما نوصل لحل. نحن بالاخر مع الحوار والراي والاخر كل ما له علاقه حتى في بالفقرات تبعتنا نحن شيء اسمه بدي احكي، انه الطالب بده يطلع قدامنا وقدام زملائه يمكن هذا الشيء ما جربه قبل. صح بيطلع بيشارك بالمدرسه بس ما بيطلع بيحكي بشيء هو بده اياه، وجهه نظره كمان طبعا وجهه نظره، وجهه نظر منهاج ولا وجهه نظر طبعًا. معلم وجهه نظره وليش يعني الحلو انه ما وليش الحلو ما بيكون انه الموضوع احنا مثلا المدرسه مختارته وكذا، لا احنا بنختار لهم موضوع معين بنحكي لهم احكوا فيه، يعني ما بيكونوا مجهزين، فاحنا نشوف كيف اصلا المخزون الفكري عند الطالب. هذا كثير جميل. يعني روان كمان قد ايه في عدد، قال لي في صبايا كثير عم يشتغلوا مع هذه المبادره، ليش اقبال الصبايا اكثر من الشباب وقد ايه بتستفيدوا انتم كصبايا من هذا المشروع؟ هلا فعليا احنا اكثر شيء الفريق الاداري مثل ما حكوا اغلبه صبايا، برضه المتطوعين نفس الفكره اغلبهم صبايا. هلا بتيجي هي ممكن طبيعه تكوين البنات بحبوا الاهتمام لميول اشياء التنميه البشريه اكثر، بياخذ في بالهم اشياء لمسه الحنان. لا هاي نحن جايين شباب. لا بس يعني دائما فعلا هذا يسجل للشاب الاردني انه بتشتغل كثير التطوع عند البنات اكثر اعلى من الشباب. صحيح بجوز انتم بتلمسوا هذا بمبادرتكم. انا بدي اشكركم جزيل الشكر عن جد، يعني رائعين بهذه المبادره، بتمنى بكل مبادره تطلقوها تكونوا عندي ضيوف حتى نحكي اكثر بمبادراتكم التطوعيه. شكرا حاتم حذيفه وروان، شكرا لكم معنا، يعطيكم الف عافيه. احنا اعزائي بعد فاصل رح نكون مع فقرتنا الاخيره مع فخر، خليكم معنا.